تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، حيث أوضح وزير البترول طارق الملا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا للمؤتمر تعد رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصرية. ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفعالا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.61 من 100 تريليون جنيه مقابل مستوى 2.41 من 100 تريليون جنيه عند الفتحة. وعلى صعيد التداولات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 69 من 100% ليغلق عند مستوى 29125 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1.73 من 100% ليغلق عند مستوى 7369 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.42 من 100% ليغلق عند مستوى 10305 نقاط. نقلت وزارة الزراعة الأوكرانية عن خبراء أن الطقس سيدمر ما بين 1 إلى 2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني من موسم الشتاء الحالي، ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا. وخلال فصل الشتاء يهلك عادة ما يصل إلى 7% من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد. دعت إحدى النقابات الرئيسية في شركة طيران لوفتهانزا دعت موظفين الأرضيين في الشركة إلى الإضراب يوم الثلاثاء المقبل في المطارات الألمانية الرئيسية، ذلك للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخم. وأشارت النقابة التي تمثل حوالي 25,000 موظف في الشركة إلى أن ذلك سيؤدي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوية، وشددت الشركة على أن هذا الإضراب الجديد سيؤثر مجددا بصورة كبيرة على المسافرين، مشيرة إلى سعي لوضع جدول جديد للرحلات الجوية. أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، حيث يواصل الرئيس الجديد خافيير مالي الضغط من أجل خفض الإنفاق في ظل التضخم المرتفع. وأكدت الحكومة أن يناير كان أول شهر كامل لمالي في السلطة بعد توليه منصبه في شهر ديسمبر، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض يقدر ب 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.